كده بالطول او بالعرض، المهم تعمل سمك تساوي تقريبيا. يلا تابعونا. طب بعد كده الرولة بتاعتك هتبلها بزيت اكل بايديك او بفرشة براحتك، تمام؟ يلا تابعونا. الرولة بتاعتك باينة يا جماعة. قرب يا محمد، قرب يا برنس، قرب عليا خلاص. هات من فوق الرول. وبعد 24 ساعة هنبدأ نشتغل بعد ما بندهن طبقتين، واحد مطفي وواحد نص لامع أو لامع. يلا تابعونا. طبعا ده تعتيق يا جماعة، تمام، أو اسمه فانتازيا أو سبونج أو جليز حسب الدولة اللي أنت فيها وحسب الاسم. هتدهن زي كده. قرب من الشغل كده شوية. بعد كده بالسكينة وفي حتة قماشة وتبدأ تمسح زي كده البارز. طبعا اضغط براحتك ما يهمكش. لان انا عايز تظهر فيها حتت بيضه بتدي منظر تراثي جميل.